هتطبق كي سي ال عند اي واحده فيهم. هتطبق كي سي ال عند ايه؟ اي واحده فيهم. قبل كده لما كنا بنقول حابين ان احنا نعرف كذا متغير من نفس نوع الداتا تايب، كنا بنعمل ايه؟ كنا مثلا نفترض ان انا لو عندي 3 متغيرات نوعهم انتجر، فكنت بقول ايه انت اكس واحد مثلا واكس اتنين واكس تلاتة، وكنت بعملهم كلهم في سطر واحد، تعاملوا كلهم في سطر واحد زي بالمنظر ده. طالما كلهم قلنا ان هو اربط بينهم بكومة، طالما كلهم قلنا ان هو من نفس نوع الداتا تايب انتجر. طيب لو انا جيت قلت لك طب عايزين نكبر عدد المتغيرات شوية، قلت لك مثلا نخليهم كم، نخليهم 6 متغيرات، هتقول لي بسيطة، هقول لك كده اكس 4، بعد كده اكس 5، بعد كده اكس 6. طيب وقلنا ان كل متغير من ده بيتحجز في مكان في الميموري على حسب، وبياخد سايز معين على حسب نوع الداتا تايب بتاعته اللي هو انتجر. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك سي اوت هنا مثلا السايز اوف اكس 4 مثلا، اكس 4 المفروض ده هيطبع لك ايه؟ اه لو الاوتبوت واضح قدامكم هتلاقي ان هو طبع لي 4. ايه معنى كلمة 4 دي؟ قلنا معناها ان هو معناها كلمة 4 بايت، معناها 4 بايت، يعني السايز بتاع الاكس 4 ده اللي هو المتغير اللي اسمه اكس 4 ده واخد 4 بايت في الميموري. طب ليه خد 4 بايت في الميموري؟ لان هو من نوع انتجر، والنوع انتجر بيحجز كام في الميموري؟ بيحجز 4 بايت. يعني معنى كده ان ده واخد له 4 بايت لوحده، وده واخد له 4 بايت لوحده، وده واخد له 4 بايت لوحده، لغاية اكس 6. تمام. طيب لو كنت قلت لك مثلا عرف لي بقى حوالي 50 متغير، هل هتفضل تقول لي بقى انت اكس 1 لغاية اكس 60؟ قال لك لا، الكلام ده مش هينفع. فقال لك ببساطة ان احنا بنعمل ايه؟ بنعرف كل المتغيرات دي كلها، طالما كلها ولازم تكون كلها من نفس النوع داتا تايب، كلهم مثلا انتجر، كلهم تشار، كلهم سترينج، كلهم دبل، كلهم فلوت، تمام، وهكذا. قال لك ممكن نعمل حاجة اسمها array أو مصفوفة. الأري أو المصفوفة دي ببساطة عاملة ازاي؟ لو رحنا كده للسبورة، ببساطة لما بتيجي تعرف array أو مصفوفة بيعمل لك مصفوفة بالشكل ده كده، دي اسمها ال one dimension، دي اسمها one array أو مصفوفة one dimension، يعني عندها بعد واحد بس اللي هو ال one dimension ده، بعد واحد بس. تمام. طيب دي ببساطة لو أنا جيت قلت لك بعرف array ازاي، بقول له ببساطة انت، لو انا عايز اعرف كلهم كل مصفوفه كلهم يعني كذا متغير من نفس النوع الداتا تايب انت، فبقول له ببساطه بقول انا هخلي المصفوفه كلها نوعها انتجر، نوعها انتجر، ولازم كل المصفوفه تكون من نفس النوع. فانا دلوقتي هعرف مصفوفه نوعها انتجر، هديها اي اسم مثلا، نفترض ان انا هديها اسم اكس، يبقى المصفوفه كلها اسمها اكس، ده اسم المصفوفه كلها، والمصفوفه كلها من نوع انتجر. تمام. وببدأ اعمل العلامتين دول بتوع اسمها بتاع ده، بكتب فيه الايه، بكتب فيه السايز بتاع المصفوفة. يعني ايه؟ يعني انا عايز اخلي المصفوفة دي مساحتها قد ايه، مساحتها قد ايه. نفترض مثلا ان انا عايز اعرف 5 متغيرات، ال5 متغيرات دول كلهم نفس النوع ده، طيب انت، فبقول له ببساطة انت اكس اوف 5، دي معناها ايه؟
معناه ان انا عملت مصفوفة، المصفوفة كلها نحو انتجر، كل المتغيرات نحوهم انتجر، المصفوفة اسمها اكس، وما بين القوسين دول بقول له 5. يعني انا معنى كده ايه؟ معناه ان انا بقول له عايز السايز بتاع المصفوفة بتاعتي 5. فببساطة بيروح يعمل لي مصفوفة زي دي ويبدأ يقسمهم لي 5 مربعات زي كده. ادي 1، ادي 2، ادي 3، بعد كده 4 5. كل مربع من ده، كل مربع من ده، كل مربع من ده لوحده، كل مربع لوحده اسمه حاجة اسمها اندكس. يبقى المربع الواحد بيسمى ايه؟ بيسمى اندكس. بيبدأ يعرف، يعني مثلا نفترض ان انت بيبدأ دلوقتي ان انت معرف 5 متغيرات، كل متغير نوعه من انت، فيبدأ كل خانة من دي بيكون متغير لوحده. يعني كأنك معرف هنا اكس 1 وهنا اكس 2 وهنا اكس 3 وهنا اكس 4 وهنا اكس 5، فهي مصفوفة واحدة، فهي مصفوفة واحدة. ولما كل الايه، كل المتغيرات دي، طيب قال لك ان الاري او المصفوفه اللي انت بتعملها دي بتكون حاجه اسمها الزيرو بيزد. يعني ايه زيرو بيزد؟ يعني ببساطه بيقول لك المربع الاولاني، ان كل مربع من ده سميناه اندكس. قال لك ان كل مربع من ده انا بدي له رقم. ليه بدي له رقم؟ بحيث ان انا اعرف اوصل لمربع معين بعد كده. نفترض مثلا ان انا عايز اوصل للمربع الثالث ده، نفترض ان انا عايز اطبع القيمه بتاعته، عايز ادخل له قيمه، عايز اتعامل معاه باي شكل من الاشكال. فقال لك بسيطه ان انا كل مربع من ده هبدا ادي له رقم. طب هدي له رقم من اول ايه؟ قال لك ان الاري اول مربع خالص بياخد رقم 0. طيب المربع اللي بعد كده، قال لك بعد كده بيبقى 1، مربع بعد كده 2، بعد كده 3، بعد كده 4. يبقى انا ببساطه عملت ايه؟ ان انا كل مربع من ده اديت له رقم، بحيث بعد كده اعرف اتعامل مع المربع ده في شغلي. طيب يعني افهم من كده ان دايما اخر اندكس، اللي هو بيقول لك اللاست اندكس، اللاست اندكس الرقم بتاعه بيقول لك بيساوي ببساطة السايز بتاع الاري كله ناقص 1. السايز بتاع الاري كله ناقص 1. يعني ايه؟ دلوقتي السايز بتاع الاري ده كان 5، اللي هو 1 2 3 4 5، 5 مربعات. بس بما اني بادئ اول مربع برقم 0، فاخر اندكس واخد الرقم 4، اللي هو السايز بتاع الاري كله ناقص 1. تمام؟ يبقى انت شغلك كله عامه بيكون، شغلك كله في الاري بيكون السايز ناقص 1. ده كده ببساطه لو انا عايز اعرف اري او مصفوفه بعمل ايه. طيب نرجع تاني، قلنا اهو ببساطة ان انا عايز اعرف كذا متغير، فبقول له انت، بدي له مثلا اسم اللي هو مثلا اكس، نفترض ده اسم المصفوفة كلها اكس، وهدي له السايز بتاعي 5. كده ببساطة هو كأنه عرف 5 متغيرات، كأنه عرف 5 متغيرات، وكل المتغيرات دي من نوع الداتا تايب انتجر. طيب انا عايز دلوقتي بقى، احنا قلنا دلوقتي لما هو هيبدأ يكون لي مصفوفة زي ما انا وريت لكم من شوية عبارة عن مربعات. طيب انا دلوقتي لو انا جيت قلت له عايز اوصل للمربع الاولاني، المربع الاولاني هقول له دلوقتي ببساطة سي اوت، لو انا عايز اطبع القيمة بتاعة المربع الاولاني، عايز اعرف الاندكس الاول ده فيه كام. قال لك ببساطة، قال لك بتكتب اسم الاراي اللي انت المصفوفة بتاعتك اللي هي اسمها اكس، وبين القوسين دول بتكتب رقم المربع اللي انت عايز توصل ليه. انا الرقم المربع اللي انا عايز اوصل ليه اللي هو اول مربع خالص، اللي هو قال لك الرقم بتاعه 0، فقال لك ببساطه اعمل لي سي اوت اكس اكس اوف 0. طيب انت هتقول لي على حاجه دلوقتي، انا عرفت متغير، عرفت مصفوفه زي ما انا وريتها لك من شويه كده، بس المصفوفه دي كلها والسايز بتاعها 5 وزي الفل وكلهم نحوم انتجر. بس المصفوفه لما انا وريتها لك من شويه كانت كلها فاضيه، انا ما اديتهاش قيم اصلا. طب لو انا جيت دلوقتي قلت له سي اوت اطبع لي قيمه الاكس اوف الزيرو، اطبع لي القيمه بتاعه اللي هو المربع الاول. طيب
انت تتوقعه كده هيطبع ايه؟ اكتبوا لي كده، تتوقعه كده هيطبع ايه؟ قيمة عشوائية. فعلا هو هيطبع قيمة عشوائية او جربش. ليه؟ فاكرين في الاول خالص لما كنا بنقول في بداية الكورس خالص، لو انت كنت معرف مثلا انت اكس، لو انت معرف انت اكس بعد كده قلت له سي اوت الاكس، وانت مش معرف له اصلا قيمه الاكس دي بكام، فكان ببساطه كان الكومبايلر بيريح نفسه في السي بلس بلس ويطبع لك قيمه عشوائيه جربش اللي هو ايه من دماغه كده. فلو جينا مثلا جربنا كده ونعمل ران، قلت له سي اوت اكس اوف الزيرو، ابص القيمه اللي طبعها، طبعها كام؟ سالب 8 5 8 9 9 3 4 6 0 وهكذا. تمام، دي كلها. طب القيمة دي جابها منين؟ قال لك دي قيمة جربش هو عملها كده، هو عملها كده من دماغه. طيب نفترض بقى ان انا عايز دلوقتي ان انا عايز اعرف اديله ايه، ابدا ادي قيم بقى للايه، للاريه او المصفوفة دي، بحيث ان انا بعد كده اعرف اطبع القيم دي بحيث ان هو ما يديلوش قيمة جربش. اعمل ازاي؟ قال لك في كذا طريقة ان انت تملى بيها المصفوفة او المربعات بتوعك دول. ازاي؟ قال لك ببساطة، مش انت اول مربع خالص عايز توصل له وتقول له اكس اوف الزيرو؟ قال لك اه. قال لك خلاص، قول له خلي لي مثلا اول طريقة، خلي لي اكس اوف الزيرو مثلا بتسعة، القيمة بتاعتها تسعة. طيب قال لك خلي لي اكس اوف الواحد، اكس اوف الواحد مثلا ب 13، قيمة 13 قيم انتجر. قال لك خلي لي اكس اوف اتنين، خلي لي اكس اوف اتنين ب 10 مثلا. قال لك خلي لي اكس اوف اربعة اف تلاتة، اكس اوف تلاتة خليها لي مثلا ب 5. قال لك خلي لي اكس اوف اربعة ايكوال 12 مثلا. طيب هل ينفع اقول له دلوقتي انا قلت له اكس اوف الزيرو، اكس اوف الواحد، اكس اوف اتنين، اكس اوف تلاته، اكس اوف اربعه؟ طب هل ينفع بقى ارجع اقول له بقى اكس اوف الخمسه؟ ينفع اقول له اكس اوف الخمسه مثلا بيساوي 10، او مثلا بلاش 10، مثلا خلينا رقم تاني اي حاجه اللي هو رقم تلاته مثلا. ينفع اقول له كده؟ طيب ليه ما ينفعش اقول له اكس اوف الخمسة بتساوي 3 مثلا، مع ان انا قايل هنا ان هما اكس اوف 5؟ مظبوط، لان انا قايل لك، انا دلوقتي معرف لك ان المصفوفة كلها 5 اللي هو السداسي بتاعها 5، يعني معنى كده ان هما ما عندكش غير 5 مربعات بس، ما عندكش غير 5 مربعات بس. المربع الاول بتوصل له من رقم 0، والمربع الاخير بتوصل له عن طريق السايز ناقص 1 اللي هو 4، اللي هو 5 ناقص 1 بكام؟ ب 4. طيب لو انت جيت دلوقتي قلت له، لو دلوقتي قلت له دلوقتي سي اوت اكس اوف الزيرو، تمام، بص هتلاقي فيه كده ايرور طالع لك كده. ليه الايرور؟ مع اني قايل له اكس اوف اكس اوف الزيرو فالمفروض يطبع لي 9، بس في ايرور. قال لك هنا في ايرور هيحصل اسمه ران تايم ايرور، ران تايم ايرور. الايرور اللي هيحصل هنا ده هيبقى ايرور في وقت التنفيذ. ليه؟ هو هنا ببساطة لما تيجي تشغل الـ البرنامج بتاعك، هيقوم رايح للمصفوفة، هيعرف لك مصفوفة كده اللي هو السايز بتاعها 5، تمام زي الفل. بعد كده الكومبايلر هيقول لك المكان رقم 0 هحط لك فيه 9، المكان رقم 1 هحط لك فيه 13، المكان رقم 2 لغايه 4 مثلا هحط لك فيه 12. طيب وبعد كده انت قلت له اكس في الخمسه، يعني معنى كده ان في مكان اسمه 5 جوه المصفوفه كلها حط لي فيه 3. فلما يجي بعد في وقت التنفيذ يجي يشغل كده، هيقوم عامل لك ايه؟ هيقول لك يطلع لك زي كراش كده او ايرور كده، بس بعد التنفيذ ما يحصل. ليه؟ لانه لما جه يحط كده ما لقاش اصلا مكان اسمه كده، ما لقاش عنوان اسمه كده. نفترض مثلا انت دلوقتي الدليفري طالب مثلا اكل من مطعم، والمطعم ده مثلا نفترض انت ساكن في شبين، والراجل ده انت قلت له ان عنوانك مثلا في ايه، في طنطا، فهيجي يقول لك ايه، ما فيش اصلا مكان اسمه مكان، ما في، احنا ما بنوصلش لطنطا.
طنطا مش متعرفه معانا في الدليفري، هوصله لك ازاي؟ تمام. فلو جيت مثلا عملت كده رن دلوقتي، هبصوا هيعمل رن وكل حاجه، بس بعد ما عمل الرن عمل لي ايرور. يعني بعد ما عمل الرن عمل لي ايرور. تمام. الايرور ده ببساطه اسمه الران تايم ايرور، ران تايم ايرور. تمام، كنا اتكلمنا عنه قبل كده، ان هو ايرور بيحصل في وقت التنفيذ. طيب يبقى احنا ببساطه هنشيل كده الجزء ده كده، وجيت قلت له سي اوت مثلا اكس اوف 2، فالمفروض هنا هيطبع لي كام؟ المفروض هيطبع لي قيمه 10، لان انا قلت له ايه، اطبع لي المربع، القيمه بتاعت المربع اللي هو 2. اهو طبع لي كام؟ طبع لي 10. تمام. طيب دي كده اول طريقه ان انا اكتب فيها، ان انا ايه اعرف فيها متغيرات، ان انا ادي قيمه للايه، للمربعات. بس قال لك كده الطريقه دي يعني انت كده بتاخد سطور زياده ملهاش لازمه. تمام. فاحنا محتاجين ان احنا نقلل الشكل بتاع الكود شويه، او السطور بتاعت الكود، بحيث ما يكونش الكود واخد سطور زياده كده ملهاش لازمه. طيب قال لك معنى كده ايه؟ قال لك ان انت ممكن في نفس مرحله تعريف المصفوفه تديها قيم. قال لك ازاي؟ قال لك ببساطه هتقول لك هتعمل علامه يساوي، بعد كده قوسين المجموعة دول، قوسين بتوع المجموعة دول. تمام. وتديها القيم بتاعتك عادي عادي جدا، اللي انت هتقوله مثلا ان حط لي 13 و9 و8 و7 و3 مثلا، ادي 1 2 3 4 5. طيب لغاية كده ما عمليش اي ايرور. ليه؟ انا دلوقتي اديته القيم، وكل قيمه فاصل بينها وبين القيمه التانية كوما. معنى كده ان انا ايه، معنى الكلام اللي انا قلته له، قلت له حط لي في القيمه الاولى 13، حط لي في القيمه التانية 9، حط لي في القيمه التانية 3 8، حط لي في القيمه الرابعه 7، بعد كده ايه 3. طيب لو جيت قلت له بقى 5 مثلا بعد كده كمان، هيقوم عامل لي ايرور كده تحت. ليه الايرور؟ لان انا كده طلعت بره السايز المسموح لي بتاع الاري، طلعت بره السايز بتاع الايه؟ الاري. طيب جيت قلت له دلوقتي اطبع لي بقى سي اوت اكس اوف 2، ده معناها هيطبع ايه؟ قال لك ان ده كده اللي هو اكس اوف 0 ده اوف الواحد، ده كده اوف 2، فالمفروض الكود ده هيطبع لي كام؟ هيطبع لي 8، اللي هو المربع المكان بتاعه 2. اهو طبع لي 8. تمام. ده كده اول مرحله، اول مرحله في الايه، في ان انت ازاي تدي اصلا قيمه للاري بتاعك، وازاي تعرف اري. طيب قال لك طيب هل احنا ممكن ما نديش السايز بتاع الاري؟ قال لك هو المفروض السايز بتاع الاري ده لازم يكون معروف للكومبايلر، ولازم يكون نوعه انتجر، لازم يكون نوعه انتجر. يعني ما ينفعش مثلا اديله السايز بتاعي كده 5.3 مثلا، حاجه فلوت اداني ايرور. قال لك لازم يكون السايز بتاع ده عباره عن ايه، معروف وانتجر. طيب قال لك ممكن ان انا اشيل السايز من هنا، بس قال لك بشرط، لو انت شلت السايز من هنا لازم تكون معرف له العناصر اللي هنا، لازم تكون معرف له العناصر اللي هي بتاعت الاري. نفترض مثلا انك دلوقتي عرفت له كده، قلت له اكس اوف فاضي، السايز بتاعي فاضي، بس انا معرف له هنا ان هو دلوقتي القيم بتاعتي 13 و9 و8 و7 و3. دي معناها يحصل ايه؟ معناها ان هو هيعد عدد العناصر، ويقوم حاطط لي الديفولت السايز بتاعه على حسب عدد العناصر. فانا مثلا لو جيت قلت له كده زودت، قلت له مثلا 5 و3 و2 مثلا و10، وقمت مديله كده، بص يعني فضل يقبل مني عادي ارقام، فضل يقبل مني ارقام. ما ايه، طيب لما هو دلوقتي فضل يقبل مني ارقام ليه؟ لان انا مش محدد له السايز هنا. فهو هيعمل ايه بعد ما خلصت له ارقام في الحته دي؟ هيبدا بقى لما اجي اعمل رن، هيبدا يعدي لي الاول الارقام دي عباره عن كام رقم، ادي 1 ادي 2 ادي 3 4 5 6 7 8. فهيبدا يحط لك، هيبدا يحط لك 8
في السايز بتاع الاري كديفولت. تمام، يعني معنى كده ان انا لو ما حطيتلوش، طيب نفترض ان انا دلوقتي ما حطيتلوش الايه القيم دي خالص، وقمت عامل له كده قلت له اكس اوف ال، وقمت ما اديتلوش السايز، فيعمل لي ايه ايرور هنا. ليه ايرور؟ لان انا هنا انا ما حددتلوش ولا حددت السايز ولا حتى اديت له قيم ابتدائيه ان هو يعرف على اساسها حجم السايز قد ايه، فهنا يطلع لك ايه ايرور. طيب قال لك ببساطه ممكن ان انت تعرف متغير فوق، ان انت بدل ما تقول له كده متغير، ممكن انت تعرف متغير فوق اللي هو مثلا تقول له متغير اسمه انتجر اسمه اس. تمام، بس لازم المتغير انتجر ده، وبعد كده تقول له ايه يعني كده عرفت له متغير اسمه اس، وتقوم تديله اللي هو الاس ده هنا في السايز. بس قال لك ان طلب لو انت عايز تحط متغير هنا جوه السايز بتاع الاري، قال لك ليه شروط. ايه الشروط؟ قال لك لازم يكون المتغير ده نوعه انتجر، نوعه انتجر. تمام، طيب وقال لك لازم شرط كمان عشان يقبله، قال لك ان لازم المتغير ده يكون نوعه كونست. نوعه كونست ليه؟ نوعه كونست احنا قلنا في البداية خالص في بداية الكورس ان انا دلوقتي لو انا جيت عرفت لك متغير مثلا وقلت لك انت اكس بيساوي 10، تمام، وجيت بعد كده قلت لك ان الاكس بيساوي 15، وجيت قلت لك سي اوت الايه يعني بلاش اكس خليها واي مثلا، خليها واي، تمام، قلت لك الانت واي بيساوي 10، بعد كده قلت لك الواي بيساوي 15. هنا دلوقتي طالما طالما دلوقتي انا من حقي ان انا اغير قيمه الايه الواي براحتي، وجيت قلت له بعد كده سي اوت الواي هيتباع لي كام؟ هيتباع لي 15 مش هيتباع 10. تمام، فانا دلوقتي ايه بقدر اغير حجم الايه، بقدر اغير القيمه او الفاليو بتاعت الايه الواي براحتي. طيب قلنا لو انا مش عايز اسمح لحد ان هو يغير لي قيمه الواي دي اعملها ازاي؟ قال لك بتكتب كلمه كونست في البدايه بس، ان هو بحيث ان انت ما ينفعش ايه تغير القيمه دي. طيب يبقى قال لك من شروط المتغير اللي انت هتحطه هنا جوه الاكس، قال لك لازم يكون من نوع انتجر، لازم يكون نوعه كونست، بحيث ان انت ما تسمحش لحد ان هو يغير لك السايز ده. طيب وقال لك لازم تدي له القيمه اللي هو مثلا بتقول له القيمه بكام، نفترض 5، كده الايرور اتشال. ليه؟ لان كلمه كونست لازم السايز بتاعك يكون معروف برضه. تمام، فدي كده الطرق بتاعتك كلها ان انت ازاي تعرف array، وازاي ان انت تدي له السايز بتاعك، وازاي ان انت تعمل له initial value. تمام، طيب إيه نفترض ان انا عايز دلوقتي، نفترض ان انا اديته السايز بتاعي 5، بس عايز اليوزر هو اللي يدخل لي الايه العناصر بتاعت الاري كلها، اللي هو يحدد لي العناصر بتاعت الاري كلها، اعمله ازاي؟ ببساطه ان انا المفروض احنا كنا قلنا ايه ان انا بقول له اكس اوف الزيرو بيساوي كذا، اكس اوف الواحد بيساوي كذا. طيب عايز اخلي اليوزر هو اللي يدخل، قال لك ببساطه بتعمل فور لوب. فور لوب، الفور لوب دي هتبدا تلف على كل عناصر الاري، وتبدا تدي الايه تخلي اليوزر تسمح لليوزر ان هو يدخل الايه القيم بتاعت كل الايه على عناصر الاري. قال لك ببساطه ان الاري ده هتبدا، الفور ده هتبدا من اول، نفترض مثلا الكاونتر بتاعك هيبدا من زيرو. طيب قلنا ليه هتبدا من زيرو؟ لان ببساطه ان الاري بتاعك بيبدا من رقم زيرو، فعشان كده انا هبدا اللف بتاعي من رقم زيرو. هقول له ان الاي دي هتفضل تلف لغايه اصغر من 5. ليه اصغر من 5؟ بحيث انها تقف من 0 ل 4 بس، من 0 ل 4 بس، اللي هي عناصر الاري مظبوطه. طيب وهقول له ببساطه اي بلس بلس، ده كده الفور بتاعتي. طيب ببساطه هقول له ايه، ممكن اقول له المفروض اقول له سي ان على طول اللي هو الاكس. هنا بقى هقول له ايه اكس اوف الايه، اكس اوف الاي، اكس اوف الاي، دخل لي قيمه اكس اوف الاي. فالاي في الحاله الاولى، الاي في الحاله الاولى هتبقى بزيرو، فكانك بتقول له في الحاله الاولى كانك بتقول له ايه اكس اوف الزيرو، دخل لي قيمه الاكس اوف الزيرو بكام. بعد كده هيبدا يزود اي بلس بلس، فهتبقى الاي بواحد، فهتقول له اكس اوف الواحد.
فبعد كده هتقول له الاي ب 2، هتقول له اكس اوف 2، هتقول له الاي ب 3، بعد كده الاكس اوف 3، بعد كده هتقول له اي اوف 4، هيقول لك دخل لي الاكس اوف 4، فدخلك اكس اوف 4. بعد كده هيجي عند رقم 5، هيبدأ يشوف الشرط، هل هي 5 اصغر من الخمسة؟ هتقول لي لا، فيطلع بره اللوب خالص. فكده انت قدرت تخلي اليوزر ان هو يدخل لك القيم بتاعت مين؟ بتاعت الاري كله. بس احنا عايزين دلوقتي ايه، يخليه ايه، يكون منظر كويس، يعني يطبع رسالة يوزر كده يفهمه هيعمل ايه. فممكن اقول له كده سي اوت، اللي هو العلامة دي كده، اوف الاي، ايكوال كذا، كده هيطبع له بس قيمة الاي ما بين العلامتين دول، ويقول له بيساوي كذا، اللي هو مثلا يقول له دخل لي اللي هو الاكس اوف الزيرو في الحالة الاولى هتساوي كام، ويبدأ يدخل بقى في الحتة دي اللي هو الاكس اوف الزيرو وهكذا. فتعالوا نعمل رن كده ونجرب. قال لك مثلا الاكس اوف الزيرو عايز ان ادخل لك فيها كام، هتقول له مثلا دخل لي فيها 10، تمام. بعد كده بعد ما يخلص الكود المفروض ان هو هيطبع لك قيمه الاكس اوف 2، تمام. قال لك المكان اللي هو 1 هيطبع لك، هتخش فيها كام، اقول له 20 مثلا، 30، بعد كده 40، بعد كده 50. كده هو خد لغايه كام، لغايه الخمس، الخمس خانات بتوع المربعات. بعد ما اتك انتر المفروض هيطبع لي قيمة الاكس اوف 2، اللي هو المفروض يطبع لي كام، 30. قال لك ببساطة الاوت بوت بتاعك كام، 30. ليه 30؟ لان انا قلت له اطبع لي قيمة الايه، الاكس اوف 2، اليوزر دخل لي 30 فيها، بعد كده قلت له اطبع لي القيمة بتاعتها، فطبع لي كام، 30. طيب طيب نفترض يا شباب ان انا عايز دلوقتي، عندي دلوقتي ايه، عندي اللي هم 2 array، ادي array اكس اوف مثلا الواي، تمام، اللي هو والسادس بتاعه 5 برضو. طيب وكنت عايز ان انا اخلي اللي هو مثلا اقول له اكس اوف الخمسة دي، اللي هو الاري اوف الخمسة، هياخد بيساوي القيم بتاعة الاري اللي اليوزر هيدخلها في الاكس اوف في الاكس في الاري اللي اسمه اكس، يعني قيم الاري اللي هو بتاعت اللي اسمه واي هتاخد نفس القيم الاري، قيم الاري اللي اسمه اكس. اعملها ازاي دي؟ ينفع اقول له اللي هو انت اكس اوف الخمسة، واقول له بيساوي كده اكس اوف الخمسة، ينفع اقول له كده؟ لا كده هتاخد القيمة بتاع الخمسة بس. هو في اصلا قيمة للخمسة؟ احنا قلنا ان اخر اصلا اكس اوف 4. دلوقتي انا معرف 2 اراي، الاراي الاولى السايز بتاعها 5، وعندي اراي تاني اسمه واي نفس السايز بتاعه برضه 5، الاتنين نفس السايز 5. انا عايز دلوقتي القيم، مثلا انا اديت قيم للاكس اوف الخمسة اللي اسمه الاراي اللي اسمه 5، انا عايز بقى دلوقتي القيم اللي انا اديتها للاكس اوف الخمسة تروح برضه تبقى هي للاكس اوف الواي، اعمل ايه؟ يعني افترض دلوقتي الاكس اوف الخمسة بيساوي كذا اهو، بيساوي اهو الخمسة بتوعها اهو 1 و2 و3 و4 و4، بس ده القيم بتاعت الاكس اوف الكام، اوف الخمسة. ده كده قيم الاكس اللي هو كده 1 و2 و3 و4. انا عايز الواي اللي هو الواي دي تاخد نفس قيم الاكس،
طب ما انا عامل كده اللي هو الواي اوف الخمسة بتساوي الاكس اوف الخمسة، ينفع؟ ينفع اقول له كده؟ يعني دلوقتي كده مثلا هقول له سي اوت هنا الواي اوف اتنين، هنا قلت له اكس سي اوت الواي اوف اتنين، هلغي بس ده كده اللوب ده دلوقتي. فالكود بتاعي عبارة عن ايه دلوقتي؟ الكود بتاعي عبارة عن ان انا عرفت الري الساس بتاعه خمسة، وعرفت الواي الساس بتاعه خمسة، واديت قيم الاري بتاعت الاكس اللي هو واحد واتنين وتلاتة واربعة. بعد كده قلت له هنا، بعد كده قلت له المفروض يعني الناس بتقول هنساويهم ببعض، فالمفروض قلت له اكس اوف الخمسة بيساوي الواي اوف الخمسة بيساوي اكس اوف الخمسة. يعني معنى كده لو انا جيت قلت له سي اوت الواي اوف اتنين، هل هيطبع لي الواي اوف اتنين هيطبع لي كده اللي هو تلاتة؟ ما الاكس اوف اتنين بتساوي تلاتة، فكده الواي اوف اتنين بيساوي تلاتة، فده اللي انا عايز اعمله. ينفع الكلام ده ولا لأ؟ احنا هندخل الفور عادي زي ما كانت انت اي بتساوي زيرو، وبعدها نكتب انت اكس اوف اي بتساوي انت واي في الاي. يعني الكلام اصلا اللي انا عامله ده اللي هو اكس في الخمسة بيساوي اكس في الواي ده صح لا ولا غلط؟ غلط غلط. فالمفروض يعني المفروض اشيل الايه، المفروض كده اعرف هنا كده تمام. طيب المفروض انا عملت الفور، يعني انا دلوقتي اديت قيم خلاص للاكس، عايز ادي نفس قيم الواي نفس القيم اللي موجودة في الاكس عايز اديها للواي، اعمل ايه؟ هنقول الـ x of الـ i بتساوي الـ y of الـ i. يعني هعمل فور كده، الفور دي اهي، هقول له ان الاكس اوف ال هقول له بقى الواي اوف الاي ايكوال الاكس اوف الاي، قصدك كده؟ ده جيت دلوقتي قلت له سي اوت واي اوف اتنين، المفروض هيطبع لي كام في الاخر بره اللوب؟ التلاتة طيب تعال نجرب كده. طبعا فعلا ثلاثة تمام. يبقى ببساطة لو انا عندي اتنين اري وقال لك حط لي قيم الاري الاولى في الاري التانية، ببساطة بعمل ايه؟ بعمل فور لوب برضو كأنها بتاعت اليوزر، بس بقول له في الفور لوب دي عبارة عن ايه؟ ان كل قيمه ادخل لي في الفور لوب دي. هنا في الاول، في الاول هيعمل ايه؟ هيبقى الواي في اللفه الاولى اللي هو الاي بزيرو، كده كده الاي في زيرو في الاثنين كده، كانه بيقول له في اللفه الاولى خلي لي الواي اوف الزيرو بتساوي الاكس اوف الزيرو اللي هو العنصر الاول الاكس اوف الزيرو اللي هو كان بواحد، قال لك حطه لي في الواي اوف الزيرو، فده كلام مظبوط. انما ما ينفعش اقول له مره واحده كده الاكس اوف الخمسه الواي اوف الخمسه بيساوي الاكس اوف الخمسه، عارف ده معناه ايه؟ ان هو كده معناه ان هو انت عندك العنصر الخامس، العنصر السادس اصلا، العنصر السادس في الواي بيساوي العنصر السادس في الاكس، هو اصلا ما فيش سادس هنا ولا في سادس هنا، ده معنى كلامك اصلا اللي انت كنت كاتبه في الاول تمام. وضحت يا شباب ولا ايه؟ طيب بصوا انا عايز دلوقتي فكرة تانية، ان انا عايز اعمل ايه؟ عايز ان هو اعرف، عايز اعرف مثلا دلوقتي الري الساس بتاعه مثلا خمسة مثلا زي ما هو، واليوزر هيدخل لي خمس ارقام، اليوزر هيدخل لي خمس ارقام، وبعد كده عايز اطلع البرنامج بتاعي يطلع عدد الاعداد الفردية لوحدهم في المصفوفة، وعدد الأعداد الزوجية لوحدهم في مصفوفة، أعملها إزاي؟ حد حابب يشارك كده ويقول لي؟ إيه
خلوا موضوع الترتيب ده بس في الآخر لما ناخد بس الأساسيات كويس الأول. دلوقتي السؤال اللي أنا بقوله لكم، أنا دلوقتي عايز أعرف array of 5، تمام؟ ال array ده السايز بتاعه 5، اليوزر هيدخل لي القيم بتاعته بتاعة ال array ده، وبعد ما يطلع بعد ما اليوزر دخل لي القيم بتاعة الخمسة ال array ده، فهو دخل لي قيم موجبة وقيم قيم قصدي القيم even زوجية وقيم فردية. أنا عايزه بقى البرنامج يعمل إيه؟ يطلع لك عدد القيم العدد الأرقام الزوجية، العدد بتاع الأرقام الزوجية لوحده وعدد الأرقام الفردية لوحده، اللي هو يقول لي اليوزر ده المصفوفة دي كلها فيها كام عدد زوجي وفيها كام عدد فردي. أعملها إزاي؟ طيب حد يرفع إيده كده ويحل معايا؟ احنا ممكن نعمل كاونت يا باشمهندس. طيب هعمل كاونتر واحد ولا اتنين؟ لا واحد بس، هحط اتنين، هحط اتنين كاونت، واحد للزوج وواحد للفرد. بقى كان اعمل يبقى اتنين الفوق كاونتر بقى مش ده واحد، ايه؟ يبقى اتنين كاونتر مش واحد. ايوه ماشي، هسمي مثلا الكاونتر الأول اللي هو سي اي اللي هو سي ايفن، واللي هو سي اود، كده اتنين تمام، كاونتر. أعرفهم كده ولا أديهم قيمة ابتدائية؟ بصفر. بصفر، لازم اديهم قيمه ابتدائيه. قال لك اي كاونتر بتستخدمه لازم بتدي له قيمه ابتدائيه، هيبدا على اساس اللي هو بصفر. طيب وبعد كده عرفت اللي هو الايه الاري بتاع اللي هو الساس بتاعه 5. طيب بعد كده المفروض اعمل ايه؟ المفروض نحط شرط جوه الفور بقى ديت. الاول انا محتاج ان انا استقبل الايه نستقبل اللي هو القيم. الكام بتاعت ماشي. ماشي، هقول له دلوقتي سي اوت اللي هو زي ما احنا لسه كنا عاملينها بالشكل ده كده، وفي الاي ايكوال كذا، هقول له سي ان اللي هو اكس وفي الاي. طيب المفروض انا بعدين بقى كده اف اعمل ايه؟ هقول له اف، الشرط بتاعي ايه؟ اللي هو لو الاكس اوف اي اللي هو مدرس الاثنين ده اللي هو يبقى الاسم على الاثنين، اكس اوف الاي ده هو الشرط بتاع الزوج ده. اللي هو الثانية مودولس 2 ايكوال ايكوال 0، هيعمل ايوه ايه؟ هنزود الكاونت سي اللي هو بتاع الايفن واحد. سي اي بلس بلس، صح؟ طيب إلس هقول له else. هنزود بقى الرقم بتاع الفرد اللي هو ال سي او بلس بلس، وليك. مظبوط كده؟ طيب انا كده المفروض خلصت الايه، اطلع جوه اللوب بقى، يعني اطبع عددهم جوه اللوب ولا بره اللوب؟ بره خالص بقى. بره، هقول له هنا سي اوت ذا نمبر اوف ايفن ايكوال، ويطبع ايه بقى هنا؟ اللي هو ال سي اي اللي هو الكاونت بتاع اللي السي اي. طيب واقول له بعد كده هنا مثلا كوما بعرف اه ذا نمبر اوف اود ايكوال، بعد كده المفروض يطبع لي اللي هو ال سي او وهكذا. طيب تعالوا كده نجرب البرنامج بتاعنا ده. اهو قال لي دخل لي اللي هو الـ المكان اللي هو رقم 0 دخل لك كام، فدخلت له مثلا رقم 5، التاني دخلت له 4، التالت دخلت له 3، بعد كده 2 مثلا، 1 بعد كده 2، تمام؟ قال لي the number of even 2، عدد الأعداد الزوجية، عدد الأعداد الزوجية اللي أنت دخلتها 2، اللي هو عبارة عن إيه؟ أدي واحد، أدي واحد، 2 فعلا، وقال لك عدد الأعداد الفردية 3، أدي واحد،
ادي 2 ادي 3 فعلا. تمام كده، يبقى انا قدرت اعمل ايه؟ ان هو اليوزر يدخل لي مصفوفه، وانا اعمل ايه؟ اشوف النمبر اوف ايفن لوحده والنمبر اوف اود لوحده. طيب هل انا اعرف اعمل دلوقتي، قال لك مثلا طب بدل ما تطلع لي عدد الايفن وعدد الاود، ينفع تطلع لي المجموع الايفن لوحده ومجموع الاود لوحده؟ دي اعملها ازاي؟ لو انا عايز دلوقتي مش عايز العدد، انا عايز دلوقتي مجموع الايفن لوحده والاود لوحده. هنزود بقى مع بعد الاف ديت اللي هو هنحط بقى سي اوت. تمام اعرف متغير فوق الاول للسم صح، ماشي. اللي هو السم بيساوي زيرو، سم بيساوي زيرو. بعد كده اقول له هنا ايه؟ نعملنا بقى سي اوت، هنمسح اللي هي سي، هقول له السم صح بيساوي السم تمام، زائد ايه بقى؟ اكس اوف ار. اكس اوف الاي. تمام، وهنا برضو هقول له هنا، بس هنا لا، انا اعرف بقى دلوقتي ايه كده، هو الصم ده هيمشي مع الاتنين ولا اعرف اتنين صم؟ الاثنين صم. لازم اعرف اتنين صم، فهو ده هقول له صم ايه، وهنا هقول له صم او اللي هو الايفن اللي هو الاود قصدي، ده بيساوي زيرو. طيب هنا هقول له السم اي بيساوي السم اي زائد بلس كذا. طب وهنا هاجي اقول له أو سام إي. ده كوبي، هيبقى سام او وده سام او، سام او هوت. هنا بدل ما اقول له the number of even هقول له the sum of even بيساوي sum e. هنا بدل ما اقول له the number of odd هقول له the sum of odd اللي هو بيساوي sum o. لو جينا عملنا run دلوقتي اهو، قال لك في الزيرو مثلا كام، قال لي هندخله مثلا 5 4 3 2 1. قال لك دلوقتي انا دخلت له 5 قيم، قال لك the number the sum of even مجموع الاعداد الزوجية كام، 6 اللي هو كام، اللي هو 4 زائد 2 6. طيب قال لك مجموع الاعداد الفردية 9 اللي هو 5 زائد 3 8 زائد 1 كام، 9. تمام كده، يبقى انا عملت ايه؟ عملت الفكرتين اللي هما بتوع ازاي اجيب العدد بتاع الايفن لوحده والاود لوحده، وازاي اعمل ايه، وازاي اطلع المجموع بتاع الايفن لوحده والاود لوحده، ازاي افصل اعمل كده زي فلترة كده، زي فلترة في الاري بتاعي. تمام طيب نفترض دلوقتي ان انا عايز دلوقتي الاري بتاعي ده عايز اعمل ايه، ان انا اجيب اكبر رقم في الاري كله، واعمل فكرة تانية اجيب اصغر رقم في الاري كله، اعملها ازاي؟ دلوقتي اليوزر هيدخل لي اري اللي هو عناصر الاري زي ما احنا لسه مدخلينها، والمفروض ان انا اعمل ايه، ان انا اطلع له اكبر قيمة في الاري خالص ده كده. اول خلينا في اول في اكبر قيمة الاول في الماكس، عايزين نطلع الماكس بتاع اكبر قيمة خالص، نطلعها ازاي؟ حد يشاركني كده يا شباب؟
يا اخوانا بلاش الاجابات اللي هي يعني استخدم اف 4. طب ايه هي الفكرة؟ طيب يعني استخدم اف 4، ايه هي الفكرة؟ احنا ممكن في الاول نعمل فور زي ما احنا عايزين على حسب الارقام، وبعدين نقول اف نعمل ندخل ايه الاول؟ الاول معلش، فور فور. فور. انا لو عايزه اجيب اكبر قيمه دلوقتي هدخل اول حاجه الماكس فوق بصفر، هديله قيمه ابتدائيه قبل ما قبل الفور قبل الفور. يعني الاول خليك معايا ثانية، المفروض ان انا اعرف ماكس، متغير اسمه ماكس، وادي له قيمة بيساوي زيرو، صح؟ طيب بعد كده عرفت الاري بتاعه اللي هو انت كام، اكس سايز بتاعي 5. بعد كده المفروض اللي هو جوه الفور دي اللي هو الحتة بتاعت اللي هو ياخد الايه، الاكس وفي الاي دي مفيهاش مشكلة لغاية دلوقتي، صح؟ طيب عايز بقى بعد كده ان هو اعمل ايه بقى في الاف دي انت قلت عليها؟ اعمل اف لو الماكس ديت اقل من الاري اللي داخل. الماكس اصغر من اكس اوف الاي قصدك؟ ايوه هتشوف هيعمل ايه؟ هسوي بقى الماكس، هتساوي الاري اللي هو الاكس اوف الاي القيمة اللي هتدخل. هيخلي الماكس هنا بيساوي الاكس اوف الاي، تمام. ولو قلت هيعمل حاجة لا يعني شيل هنا الالس. طيب بعد كده المفروض اعمل ايه بقى؟ بعد كده المفروض هطبع بقى اقول له في اوت اللي هو الماكس. تمام، ثانية هقول له ذا ماكس از ايكوال، وتعالى نجرب كده نقول له اطبع لي الماكس، مظبوط كده؟ ايوه تمام. طيب تعالوا نجرب. كلامك مظبوط بس مش 100% صح، يعني البرنامج هيشتغل معاك مظبوط بس الكلام ده اللي احنا عملناه مش 100% صح. هقول لك دلوقتي ليه. اختاري مثلا اي قيم كده، مش اي حاجة قولي انت عايز. ماشي، نفترض مثلا 5، 3، 2، 1، 4، فطبع لي 5 اللي هي أكبر قيمة، صح؟ طيب هو هنا ماشي مظبوط لأن هو كان معرف الماكس بكام؟ بزيرو، زيرو صح؟ طيب لو أنا دلوقتي جيت بقى غيرت في الأرقام دي، أنا دلوقتي كنت مدخل أرقام كلها أكبر من الصفر، صح؟ اي طيب لو انا دخلت له كل الارقام كده، سالب 3، سالب 2، سالب 1، سالب 4، سالب 7، وجيت قلت له انتر، هيطبع لي كام؟ المفروض يطلع يتبع سالب واحد اللي هو الأكبر قيمة. اكبر قيمة. انتر قال لي ذا ماكس از الصفر. هو الصفر ده اصلا كان تبع الاري؟ يبقى كلامي كان مظبوط في حالة لو هو دخل لي قيم أكبر من الصفر أصلا. طب نفترض إن إن الأري كله القيم بتاعته كانت سالبة، فهيطبع لي الماكس بزيرو، يبقى كلامي ده كان ما كانش مظبوط 100%، صح؟ طيب لو أنا دلوقتي جيت هتبان لكم أكتر في المينيمم، لو أنا دلوقتي قلت لك أنا عايز أعمل نفس البرنامج ده بس يطلع لي المينيمم بتاع الأري كله، أطلعه أعمله إزاي؟ حد كده يقول لي لو انا عايز دلوقتي اعمل المينيمم،
طب بلاش المينيموم، عايز اخلي هجيب الماكس بس تكون مظبوطة. يعني مثلا المشكلة اللي حصلت للمرة اللي فاتت دي انا عايز احلها ازاي؟ حد عنده حل للمشكلة اللي حصلت المرة اللي فاتت دي؟ احنا ممكن نسويه ب اكس اوف الاي او اكس اوف الزيرو، انت قصدك ده الماكس ولا الميني؟ اي حاجة ممكن، يعني قيمة افتراضية اللي هو بيساوي كده. يعني بدل ما اخلي الماكس بيساوي زيرو اخلي الماكس بيساوي ايه؟ اكس اوف الزيرو اكس اوف الزيرو. تمام، يعني اخليه بيساوي اول قيمة. طيب هنا هيعمل لي ايرور. ليه ايرور؟ هي في الميني هتنفع، ايه؟ في الميني هتنفع، وفي الماكس المفروض تنفع لكن لان دي المك الطريقة في المفروض في الماكس برضو. أنا جربتها في الميني لكن ما جربتهاش في الماكس. ما هي احنا المفروض بنعملها في الميني والماكس. الطريقة الصحيحة ان هي دي بعملها في الميني والماكس. فانا دلوقتي بقول له ايه؟ بعرف له دلوقتي انت ماكس وبخليه بيساوي الاكس اوف الزيرو. طيب بس هنا دلوقتي لو انا جيت قلت له كده في الحتة دي، هنا هيخلي الايه؟ هيخلي ان الاكس الماكس بيساوي لا اكس اوف احنا الزيرو. ممكن نخليها بعد فور، بعد الفور. ايوه، ما دي اللي انا كنت هقول لكم عليه. ليه؟ لو انا خليتها دلوقتي قبل الفور هيعمل ايه؟ هنفترض دلوقتي انا ما كنتش مدي قيم للاكس اوف الخمسه، صح؟ طيب يعني معنى كده الاكس اوف الاكس اوف الزيرو لما كنا جربناها من شويه كانت قيمه ايه؟ كانت بتجيبها جاربش من اي جاربش، حاجة صح؟ افتراضية. اللي هو السالب كذا، صح؟ طيب يعني معنى كده هيبدأ يقارن السالب كذا دي بكل الأرقام. لو أنا دلوقتي عملت الفكرة اللي كنت هنعملها من اللي هنعملها دلوقتي، يعني معنى كده إن القيمة دي أصلا هتبقى أصغر من أي قيمة هو يدخلها سالب، حتى هو أصغر من أي حاجة. فالقيمة دي هيبقى إيه؟ فبدل ما كان بيطبع زيرو هيطبع لي القيمة العشوائية دي دايما، لأنه هيبدأ يقارن القيمة العشوائية دي بالأرقام اللي بعد كده. فالحل اللي عبارة عن إيه؟ إن أنا دلوقتي أبدأ أقول له أنت إكس أوف الماكس دي مش في البداية، المفروض بعد ما اخد من اليوزر القيم بتاعتي. يعني دلوقتي هعرف فور، الفور دي كل وظيفتها، الفور الاولانيه دي كل وظيفتها ان هي بتاخد بس القيم بتاعت الاكس. طيب بعد ما خدت القيم بتاعت الاكس هقول له دلوقتي انت، يعني بعد ما خدت خلاص القيم واستقريت عليها هقول له خليه الانت ماكس بيساوي الاكس اوف الزيرو، اخليه بيساوي الايه؟ القيمه الاولانيه. بعد كده ابدا ايه؟ اقارن بقى القيمه الاولانيه دي ببقيه قيم الاري. يبقى انا بدل ما كنت بقارن الصفر اصلا ممكن يكون اليوزر ما يدخليش صفر اصلا اللي هو حاجه بره الاري اصلا، فاخلي ايه؟ لا، اخلي اليوزر بعد ما ادخل الارقام كلها اجيب اول رقم وابدا اقارنه بالارقام التانية. تمام، هل اكبر رقم ده، يعني مثلا اول رقم ده اكبر من التاني ولا لا، وهكذا. وبعد كده الرقم الاول ده اكبر من التالت ولا لا، وبعد كده ايه؟ طيب المفروض اعمل فور تانية بقى اللي هي بقى بتاعت الايه؟ بتاعت المقارنه. يعني بعد دلوقتي دخلت له القيم الاولانيه بتاعت اليوزر دخل لي القيم الاولانيه، بعد كده قلت له بعد ما خدت القيم كلها خليني ان الماكس بيساوي اول قيمه. بعد كده المفروض اعمل ايه؟ اعمل سيرش بقى، اعمل السيرش بتاعي. هقول له دلوقتي اعمل لي فور هتبدا من زيرو لغايه اقل من الخمسه. طيب بس هنا بقى الفور دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي تشوف لي اف، دي وظيفتها ان هي تعمل تشيك اللي هو اقول له اف الماكس هنا دلوقتي اصغر من الاكس اوف الاي، اكس اوف الاي كنت بقول له ايه؟ لو الماكس دي بتاعتي اصغر من الاكس اوف الاي هيعمل ايه؟ هيخلي لي ان الماكس بيساوي الاكس اوف الاي الجديد، اكس اوف الاي الجديد. تمام، بعد كده اقول له سي اوت ايه هنا الماكس از كذا. طب تعالوا نجرب بقى المثال اللي كنت عامله من شوية ونجرب نشوف دلوقتي هيحصل ايه. دلوقتي ادخل له كل القيم دلوقتي في الماكس، ادخل له كل القيم سالبة اللي هو سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 2 سالب 1. قال لي دلوقتي الماكس ايه؟ قال لي دلوقتي الماكس مش بزيرو بقى،
قال الماكس هو سالب واحد، هو ايه بقى سالب واحد دلوقتي. تمام، وضحت يا شباب ولا ايه؟ دي طريقة الماكس والميني. المفروض الماكس والميني في الأراي مش بعملهم، مش بديهم قيم كده من بره، لا بديهم قيم اللي هو بسويهم مثلا بأول عنصر،